ليه في ناس الدهون بتتراكم في جزء معين او في حته معينه؟ يعني انا مثلا واخده وراثه عن والدتي ما فيش دهون تماما غير في منطقه البطن. ليه بقى؟ طب اعمل ايه مع ان عضله البطن دي من اضعف ويعني حاجه ان انت تعملها؟ انت بتقولي دلوقتي عندك مشكله في البطن واخده المشكله دي من ماما، برضو نفس الكلام عندها مشكله البطن لكن ما عندهاش مشاكل في الارداف، ما عندهاش مشاكل زي يعني الاصل ان ستات المشكله الاغلبيه العظمى منهم بتبقى المشكله الاكثر عندهم في منطقه الهانش والارداف بتبقى اكتر شويه من منطقه البطن. ازاي؟ ليه انا عندي منطقه البطن اكتر شويه؟ هقول لك ليه اكتر شويه. يلا اكتر شويه ليه؟ ممكن قد يكون هناك خلل في وظائف الكبد، ده كده رقم واحد. لو هناك خلل فيه، قد يكون، ما قلتش مش باكد 100%، يعني احنا لو عملنا تحليل وظائف كبد وطلع عندنا مشاكل في الكبد، ما في خلل في وظائف الكبد، الكبد بيرسب الدهون في منطقه البطن، فممكن يكون. فانت من المفترض ان انت تعملي تحليل وظائف كبد علشان تتاكدي هل عندنا مشاكل في الكبد ولا لا. لو ما طلعش عندنا مشاكل تحليل وظائف كبد كيدني فانكشن تيست، تمام. ده كده بالنسبه لل ده بالنسبه لتحليل وظائف الكبد. خلاص ده كده انتهينا من هذه النقطه. النقطه الثانيه اللي برضو عايز اكلمك فيها، لو طلع، لو عملنا تحليل وظائف الكبد وطلع ما لو عملنا تحليل وظائف كبد وطلع ما فيش حاجه، هيبقى المشكله فين بقى يا دكتور احمد؟ المشكله هتبقى من الانتخه، من الانتخه يا سيدتي. بتقعد على مكتب كتير، بتقعد على مكتب كتير، أنا والله كل يوم بتحايل على اصحابي يا جماعه يلا ننزل، انا في اسكندريه تمام، فالبحر بالنسبه لي يعني مواصلة تقريبا مثلا ربع ساعه وابقى على البحر تمام. حلو، فيا جماعه يلا بينا. لا بنأنتخ خلاص. طب انت مصح، ما هو النصيحه رقم واحد لازاله دهون البطن كذلك. هقول لك النصيحه رقم واحد، النصيحة رقم واحد لإزالة دهون البطن، التخلص 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 من أصحاب المأنتخين. أول حاجة تخلصي منهم وشوفي ناس نشيطة، دي كده رقم واحد، تخلص منهم بشكل مباشر. يبقى إيه التخلص من الأصحاب دي؟ طب هسألك سؤال برضه، هل لو أنا اعتمدت على كل يوم أجري مثلا ساعة، ده كفيل إن هو ينزل دهون البطن والظهر؟ لا، مش الرياضة لوحدها مش كافية، بروتوكول علاجي كامل يشمل نظام غذائي صحي ونظام رياضي ونمط حياة صحي ونظام دوائي بالاستعانة مع الطبيب، هو يظبط لك كل الأربع حاجات اللي أنا قلت لك عليها. حلو، أنا نظمت نومي وبشرب مية كتير جدا، ويعني ناوية إن شاء الله إن أنا كل يوم كده لوحدي هجري لي بتاع ساعة على البحر. دول التلاتة دول ونظام زي قللت برضه الشيبسي والبيبسي والحلويات، مع ان انا كان يعني روحي في الحلويات والحاجات الحلوه تمام، بس قللتها لما لقيت وضعي كده. لا مش 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 عارفه البس اللي انا عايزاه يعني، عارفه ما انا يعني ماشي. انا 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 بقول لك حاجه، انا بمثل التخسيس ده عباره عن عربيه، العربيه ديت ليها اربع عجلات، كل عجله بتمثل حاجه معينه. يعني مثلا العجله الاولانيه في التخسيس، العجله الاولانيه في التخسيس بتمثل نقول نمط الحياه الصحي زي ما انت قلت كده، انا بنام 7 ساعات وبنام بدري واصحى بدري، واخد وجبه الفطار بتاعتي ما بتعديش الساعه 8، وجبه العشاء بتاعتي ما بتعديش الساعه 8، ما بين وجبه الفطار ووجبه الغداء 6 ساعات، من وجبه الغداء والعشاء 6 ساعات، كل 3 ساعات بندخل حاجه. هذه الاشياء اللي مثلا في نمط الحياه تمام، بس يعني فدي رقم واحد. الحاجه الثانيه ان قلنا محتاجين ان على عربيه التخسيس بتاعتنا اربع حاجات، نمط الحياه الصحي نظبطه زي اللي احنا قلنا عليه شويه، النصائح اللي احنا قلناها مثلا، بعض من النصائح مش كل النصائح طبعا لان الحاجات دي ممكن نقعد فيها كده ساعه زمان. مثلا قلنا النظام الغذائي السليم، ده بتروح للدكتور يظبط لك هذا بعنايه علشان يظبط لك بعنايه ويعرفك هتنزلي قد ايه في وقت قد ايه.